من الفروسية نروح معاكم للريشة الطايرة. اتحاد الريشة الطايرة برئاسة هشام التوهاني بينظم بطولة مصر الدولية الخامسة، واللي بتتلعب على صالة 4 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 ولحد 20 أكتوبر اللي احنا فيه، وكمان هيشارك فيها 31 دولة. البطولة دي بيشارك فيها 126 لاعب ولاعبة من 31 دولة، وهم البرتغال والنمسا والهند ومالطا واسكتلندا وايرلندا وبيرو ومينمار وجنوب افريقيا ونيجيريا والمغرب وموريشيوس ومالديف وبولندا والتشيك واندونيسيا والسعودية والجزائر وتايلاند وايطاليا وسريلانكا وويلز والكونغو الديمقراطية واستراليا والمكسيك وكمان بلجيكا والأردن وإنجلترا، وإضافة إلى مصر طبعا البلد المنظم. البطولة دي هيكون مجموع جوائزها 10,000 دولار، وهي موجودة في أجندة الاتحاد الدولي للعبة، واللي بيكسبها بياخد على طول نقط بتساعده في تحسين تصنيفه العالمي في مشوار التأهيل للأولمبياد. إن شاء الله كل التوفيق طبعا للريشة الطايرة بإذن الله في البطولة دي بإذن الله.